طبعا محاولة ضبط الأسعار في الأسواق المحلية هي أحد أهم الموضوعات اللي بتوقف عندها المواطن المصري الآن، خاصة أن هناك الكثير من التجار اللي بيستغل المواسم والأعياد وبيرفع ويبالغ في الأسعار بشكل كبير جدا. نحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك، هناك محاولة من جانب الحكومة للسيطرة على الأسعار، وهناك أيضا مبادرة بتقديم أسعار مخفضة خاصة في لحوم الأضاحي يعني التي يقبل عليها الجمهور بشكل كبير قبل عيد الأضحى المبارك. وهناك حديث أيضا عن تخفيضات ليس فقط في لحوم الأضاحي ولكن عن السلع الاستهلاكية الأساسية بمناسبة قدوم عيد الأضحى. نستضيف للحديث عن هذا الموضوع وأصدائه الأستاذ أحمد زغلول نائب رئيس القسم الاقتصادي بروزال يوسف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ أحمد. خلينا نتكلم عن مجموعة الإجراءات الأخيرة اللي اتخذت من وزارة التمويل. عندنا التسعيرة الجبرية، عندنا تسعيرة أو الأسعار الاسترشادية، إجراءات البنك المركزي بتمديد إعفاءات واردات الأدوية واللحوم من غطاء الاستيراد. شايف إن الإجراءات دي كافية وممكن تحقق في النهاية ضبط الأسعار في الأسواق؟ هو بداية اللي بيحصل في الوقت الحالي هو تضافر لجهود من جانب الحكومة والبنك المركزي. طبعا الحكومة في الأسابيع الماضية كانت طبعا يعني كل الناس كمان لاحظت انه في ارتفاع كبير في كل السلع اللي موجودة في السوق بشكل مبرر وغير مبرر. يعني مثلا ممكن سلعة تكون كان من المفترض او كان ممكن انها ترتفع مثلا بنسبة 2 او 3% تبقى مقبولة، ولكن التجار طبعا لانه برضو الفترة اللي فاتت شهدت اضطرابات امنية وكان حالة يعني كان في حالة من عدم الاستقرار، فاستغل ده التجار ورفعوا الاسعار بشكل مبالغ فيه. طبعا اللي بتقوم بيه وزارة التمويل طبعا من انها فكرت في انها تعمل تسعيرة جبرية. انا مع التسعيرة الجبرية، في ناس كتير بيقولوا انه لا التسعيرة الجبرية دي ضد اقتصاد السوق، بس هم سموها استرشادية كمان مش جبرية. هو بعد كده عملوا سلع استرشادية وده بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية. ولكن انا شايف انه التسعيرة الجبرية لا، ممكن نفرض التسعيرة الجبرية في الوقت الراهن نتيجة ان احنا يعني لازم نشدد شوية الاجراءات على السوق وعلى التجار، لانه ما ينفعش ان السوق يبقى مفتوح بالشكل ده ومفيش يعني مفيش الرادع بالنسبه للتاجر انه يحافظ على الاسعار. طيب دلوقتي في التسعيره وفي الرادع اللي هي الغرامه الماليه، لكن كيفيه الضبط؟ يعني هذا هو السؤال. يعني مفتش التمويل والحاجات اللي كنا بنسمع عنها زمان، المفتشين اللي يعني بشكل مفاجئ بيعملوا جوله في الاسواق ويشوفوا من يلتزم ومن يخالف، هذا لما راه يعني حتى تمام. هو المفروض بقى يعني تبدا حتى الاجهزه المختصه بضبط الاسعار وحمايه المستهلك انها يعني تفعل من دورها بشكل اكبر، زي مثلا جهاز حماية المستهلك، زي مباحث التمويل. المفترض الأجهزة دي في الفترة الحالية يتم تعزيز دورها أو تدعيم دورها بحيث أنها تساهم في استقرار الأسعار. حضرتك ذكرتي قرار البنك المركزي بتمديد إعفاء السلع الأساسية من الغطاء النقدي للاستيراد، وده قرار كان اتخذه البنك المركزي منذ أيام، وطبعا هو قرار إيجابي بشكل كبير جدا. القرار ببساطة بيخلي المستورد أو بيسمح للمستورد بأنه يستورد السلع اللي هو عايزها، ولكن هو في جدول من الأسعار، يعني مثلا زي اللحوم والدواجن وزي الأدوية زي الأسمدة، عدد من السلع اللي حددها البنك المركزي، فإنه المستورد يقدر يستورد السلع دي بدون ما يدفع غطاء نقدي للبنك علشان يفتح له اعتماد مع الدولة اللي هيستورد منها. وده طبعا بيتيح للمستورد إنه يستورد كميات مناسبة من السلع دي في الفترة الحالية دون أن يدفع غطاء نقدي. هنشوف أثار هذا الإجراء. إحنا يعني مقبلين أيام وعيد الأضحى المبارك هيكون مقبل علينا، موسم الأضاحي طبعا، تمام. هنشوف أثر سريع لهذا القرار في وجود اللحوم موجودة بصورة تكفي المستهلك وبأسعار في المتناول. هو القرار تمديد، فإذا هو القرار كان موجود بالفعل، هو القرار
كان هينتهي يعني سريانه في نهايه ديسمبر المقبل، ولكن البنك المركزي كمان خلاه لغايه نهايه يونيو 2014. طب لو هو كان موجود ليه ما حسيناش بتاثير يعني؟ هو انا معلش عندي يعني استفسار، لانه ساعات المستثمر بيستفيد من مميزات بتعطيها لها الحكومه والدوله، ولكن هو بيستفيد لوحده وبمعزل طبعا المواطن اللي بتفضل الاسعار برضه مرتفعه والى اخره. طب ازاي نقدر نسيطر على ده؟ ما هو المشكله انه هو ده اجراء كان موجود كان بيساهم بشكل او باخر في انه يعني يوفر السلعه في الفتره اللي فاتت، ولكن الفتره اللي فاتت برضه احنا ما ننساش انه كان في ازمه في الدولار، وبعدين الدولار ارتفع يعني مستويات قياسيه في السنه اللي فاتت، ادت انه اغلب الاسعار اللي بيتم استيرادها بيتم استيرادها بتكلفه اعلى، لكن سبب في انها بتطرح في السوق بسعر مرتفع على المستهلك. فاحنا لو قلنا انه قرار البنك المركزي لا هو كان مؤثر بس ما كانش باين ده بشكل كبير، علشان كان في اختلالات في السوق وكان في ارتفاع كبير في سعر الدولار في الفتره اللي فاتت. انما في الفتره اللي جايه اعتقد انه لو استقر السوق ولو يعني ابتدينا نلحظ ارتفاع الاحتياط النقدي من جديد، طبعا الاحتياط النقدي احنا عارفين وصل 18.7 مليار دولار، ودي قيمه يعني تكفي للاستيراد لمده 4 شهور من المبادرات السلعيه، ودي نسبه معقوله الى حد ما. طبعا بعد ما كان الاحتياط النقدي وصل ل 13.4 و14 مليار، ودي كانت من مستويات نقدر نقول عليها منخفضه، دلوقتي الى حد ما المستوى الاحتياطي نقدر نقول عليه معقول او يعني مقبول نسبيا، ويخلينا نقدر ان احنا نستورد السلع اللي احنا عايزينها بشكل فيه اريحيه اكتر من الفترات السابقه. فانا اعتقد انه في الفتره اللي جايه الاسعار يعني ان شاء الله هتبقى في مستويات اقل من الفتره اللي فاتت، وده نتيجه زي ما احنا قلنا طبعا توفر الدولار وانخفاض سعره. بس الحقيقه يعني هي معطيات تعطي بالمنطق النتيجه اللي حضرتك بتقولها، ان الاسعار تكون في المتناول، لكن بالتجربه اللي بيحصل في مصر ان عمر الاسعار ما بتنخفض. انا مش بقول هتبقى في المتناول او هتبقى يعني هتوصل للمستويات اللي احنا عايزينها، ولكن ده هيأثر. وبعدين انا بقول لحضرتك انه انا مع التسعيره الجبريه، لانه التسعيره الجبريه هو بيفرض سعر على كل المحلات وكل يعني كل المعارض بتاعت السلع وغيره، بيفرض سعر معين، السعر ده لو حد تجاوز عنه ولا غيره بيبقى مخالف، ومن ثم فانه بتعتبر دي مخالفه يعاقب عليه. فانا شايف ان احنا في الوقت الراهن احنا محتاجين قرارات نقدر نقول عليها قرارات يعني انا ممكن نسميها قرارات ثوريه او قرارات ظروف طارئه. وبعدين التسعيره الجبريه ممكن يتم الغائها لما نلاقي ان الوقت يسمح بده، لانه كافه دول العالم بتعمل اجراءات يعني تخالف الاقتصاد الحر او بتخالف حتى يعني مبادئها الاقتصاديه في اوقات الازمات. الولايات المتحده الامريكيه في الازمه الماليه العالميه اضطرت انها تشتري بنوك، وده كان يعتبر تامين، وهي بتحافظ موقف يعني بتحافظ على مصلحه. طيب هل انت مع انه يتم دعم السلع الاساسيه يعني السلع الاستهلاكيه الاساسيه في مصر زيها زي اي سلعه ثانيه ما فيش فيها دعم من الحكومه، وبنتكلم طبعا كالعاده عن الارتفاع الفظيع في الاسعار، ده بيؤدي طبعا انه احنا لاجيال متعاقبه في سوء في التغذيه، لانه هذه السلع الاساسيه ليست في متناول المواطن العادي. لماذا لا تقوم الحكومه بدعم يعني مثلا اللبن والبيض والجبنه والحاجات الاساسيه اللي هي مصدر اعاشه للفرد؟ طبعا هي الحكومه بتقوم طبعا بتقديم عدد من السلع الاساسيه القليله على اللي هو بطاقات تمام، ولكن هي يعني في الوقت الراهن برضو نقدر نقول انها مش هتقدر انها يعني توفر المخصصات اللازمه لدعم سلع اكتر، وده نتيجه عجز الموازنه. طبعا احنا عارفين عجز الموازنه بيتجاوز ال 200 مليار جنيه. هو انا مش بدافع عن الحكومه او يعني عاوز اخفف من على كاهلها طبعا المسؤوليه، ولكن احنا برضو بنبص للامر بشكل منطقي. هو ممكن نقدر نقول انه في حاله استقرار الوضع في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وزياده الانتاج بشكل كويس، يعني زياده ايرادات الحكومه من القطاعات الاقتصاديه المختلفه،
وتراجع عجز الموازنة العامة بشكل حتى لو نقدر نقول عليه بشكل نسبي ممكن يتحط في الدعم. وانا برضو انا مع انه نزود مخصصات الدعم وان احنا نحاول ان احنا نخلي الدعم على اكتر طبعا من يعني على عدد اكبر من السلع. وده طبعا علشان حتى يستفيد لان احنا الفترة اللي فاتت نسبة حتى الفقراء ارتفعت جدا في المجتمع عندنا وده برضو نتيجة الملاحظة ان المعاناة عند كل الطبقات يعني زيادة معدلات الفقر دي ده جزء لكن حتى الطبقات المتوسطة معاناتها مستمرة مع ارتفاع الأسعار. الطبقات المتوسطة معاناتها أكبر من الطبقات يعني حتى أكبر من الطبقات الفقيرة لأنه الطبقة المتوسطة بتبقى فيها تطلعات وفيها متطلبات وللأسف طبعا الأسعار بترتفع يعني بتبقى طبقة بتعاني إنما الطبقة الفقيرة أو الطبقات الفقيرة إحنا عارفين طبعا إنها بتعاني جدا ولكن هم بيتعاملوا طبعا بحسب اللي نقدر نقول عليهم ظروفهم الاجتماعية والمالية. الأستاذ أحمد زهوم رئيس القسم الاقتصادي بروزال يوسف شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الحوار. شكرا لك أستاذ أحمد. مشاهدينا لختام هذا الصباح النهار في الغد لقاء آخر وفريق عمل آخر وموضوعات أخرى ومتنوعة. إلى اللقاء.